الدنيا اللي احنا شايفينها كلها دي طالبة ومطلوبة، طالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستوفي أجره، وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يموت. يبقى طالب الآخرة اللي بيقول لك أنا أهم كله في الآخرة، الدنيا تقول له تعالى خد، طب خد نصيبك مني. لكن اللي بيطلب الدنيا يفضل يجري 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 فيها، وفي الآخر مش هياخد غير اللي ربنا كتبه له بس. الآخرة الموت يقول له تعالى لي بقى، مش لميت ده كله؟ حصدت اللي لميته؟ ما حصدتوش. زرعت الجنان بتاع العنب كلها دي، وديك موت من قبل ما تشوف أنابية فيها. عملت 3-4 إبراج، حصلت من برج واحد منهم فلوس؟ لا، سبحان الله. موت والعمارات بتاعتك لسه حتى ما حد سكنها. ما احنا بنقول الدنيا هتركة للدنيا، يبقى عم حطيت همك فيها ضيعت روحك. من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحرها. اللي عاوز يقف قصادك في الدين يقف قصادك، اللي عاوز ينافسك في الدنيا قل له خد يا عم الدنيا انا مش عايزها، اعمل بها ايه؟ ده الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ذكر ربنا، الطاعة، الخوف من ربنا، العالم اللي بيعلم الناس، المتعلم اللي عايز يتعلم الخير، كل ما فيها فيه بغض ومبغوض من ربنا. لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، ملهاش لازمة، هنسيبها. طب بناكل في بعض ليه؟ عاملين في بعض اللي بنعمله ده ليه؟ النهارده الدنيا اللي احنا عاملين نتكلب عليها دي، كل واحد عم يبص لنفسه. النهارده كان عندي كام سنه، بعد كده بقيت شاب، كبرت شويه 30 40 50 60، راحت الصحه، ضعف البصر، انحنى الظهر، القوه خارت. اوعى تفتكر نفسك بقى في شبابك كنت ايه، كنت بتعمل ايه. اوعى تتحسر على الشباب اللي انت ضيعته في معصية ربنا، هتلاقي نفسك انت ندمان على كل لحظة. قبل ما تندم على كل لحظة استغلها من دلوقت، استغلها من دلوقت. ده في ناس في القبور بتتمنى انها تحيا لحظة واحدة تتوب لربنا فيها، تذكر ربنا فيها. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ربنا ادانا نعمتين ناسينهم خالص، ناسينهم خالص نهائي. الصحة دي استغلتها فيه، ربنا يسألك عنها. وقت الفراغ بتاعك اللي انت بتضيعه على الجهاوي وفي الملهيات وفي معرفش فين وفين وفين وفي السينمات والمسارح، ربنا هيسألك على كل دوا. ربنا هيسألك بوظت كام شاب، ضيعت حياة الشباب ولا مشيت في هداية الشباب، غنيت وقفت على المسرح شبه عار زي النساء، ولا وقفت مع الشباب قلت لهم كلمة تنفعهم، لميت التذكرة الواحدة ب5000 جنيه والهبل والعبط واللي ما بيفهموش جري وراك، ولا انت عملت مسابقة للقرآن الكريم وديت الفايزين، سجدت لله سجدة ترضي ربنا، ولا سجدت بالجزمة بتاعتك وانت شبه عاري؟ هتسيب كل دوا، تركب عربية بمليون، باتنين، بخمسة، بمية، في الآخر جهنم ما فيهاش عربيات، فيها عربيات زي بتاعتك دي هي، بس لما تركبها في جهنم غير النهاردة. الهدوم اللي عليك دي اللي انت طالع شبه عاري بيها دي هتبقى في جهنم والعياذ بالله، غير كده خالص. لازم نتقي ربنا، لازم نعمل حساب لبكره، لازم نبص لنفسنا النهارده، ما ننغمسش جوه في الدنيا. كفايانا دنيا، كفايانا بقى، خدنا كل اللي عاوزينه، ليه ما نبصش للناس؟ ليه ما نعيش مع اولادنا بقى اللحظات اللي بقالنا دي؟
ليه ما نشوفش طلبات ولادنا ايه؟ ليه كل واحد فينا بيجري على مصلحته بس؟ ليه قلوبنا بقت سودة من بعض؟ ليه كل واحد كاره نفسه، كاره حياته، كاره اعضاء جسمه؟ عشان ايه؟ هناخد ايه من المرة ده كله؟ خدت شبر من الارض من اخوك، هتردهولي يوم القيامة غصب عنك. الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. اللي ملوش عج بيجمع وبيجيب. اعمل من النهاردة طيب، اعمل اليوم اللي هتنام فيه في القبر، مش هينفعك لا فلوس ولا مال ولا عيال ولا عمارات. اعمل من النهاردة علشان بكرة تنام الحياة الطويلة في القبر في نعيم. اعمل من النهاردة علشان بكرة الناس تفتكرك بالخير ويترحموا عليك، علشان الناس تشيل ولادك فوق دماغهم بعد كده، عشان الناس تحترم ولادك وتقول الله يرحم أبوكو. اعملوا من النهاردة، سيبوا الدنيا لأهلها، من نافسك في الدنيا سيبها له. لا تنافسوا الملوك ولا النساء، إذا نافستم الملوك في الدنيا جاروا عليكم، وإن تركتم لهم الدنيا تركوكم وحالكم. أوعت نفس الملوك في الدنيا سيبوها لهم، لو سبتوا لهم الدنيا اللي هم فيها هيسيبوكوا تعيشوا وتاكلوا وتشربوا، لكن لو نفستوهم هيقضوا عليكم. ادعوا الله في السر وانتم موقنون.